بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل الآن السلف أسسمنت on concept 4.1 lesson self assessment lesson 1 in concept 1 unit 4. Correct the underlying word. The deep valley that is curved by flowing water is known as coastal rock. المفروض إن أنا هحوش الكوستال روك وأكتب مكانها إيه؟ علي، يبقى أكتب إيه؟ كانيو صح كده، كانيون. برافو عليكي. طيب this appearance of sand castle in few minutes in an example of slow changes. فاست ايوه ماشي، ما هي فولز، هحط slow اكتب مكانها ايه؟ فاست صح كده. كانيون are formed due to fast changes. slow برافو عليكي. Cross out the old world. Formation of canyon, formation of valleys, disappearing of sandy castle, breaking down of coastal rocks. disappearance of Saint Castle. تمام، برافو عليكي. Both true or false. Number one, both of sandy castle and the canyon can be formed in few hours. true. لا false false. ايوه فولس. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك ايه، مش كانيون. لو كان هو حاش كانيون بس كان هيبقى صح. يحوش كلمه عشان نعدلها بقى، عشان نعدلها هنشطب على كانيون وهنشطب على بوت، هتبقى ايه؟ ساند ستور ساندي كا ساندي كاستل كان بي فورمد ان فيو اورز، تبقى صح. لكن لما يحط لك بوس اوف ساندي كاستل والكانيون مع بعضهم بيبقوا بيتكونوا بسرعه. طبعا there are some similarities between sand castle and coastal rocks. هل في تشابه؟ هل في تشابه بين السند كاستل والكوستال روكس؟ فولس تمام. Canyons have sloping at sides like that of coastal rocks. I think true. طبعا true. ليه؟ لأن هي فيها سلوب. تمام. طيب في حاجة عايزين نعرفها، هو الستاند كاستل والكوستال روكس، عارفة الفرق بينهم؟ مش عارفة؟ طب بص، الساند كاستل دي بتحصل من خلال الرمل وبسرعة، لكن الروكس ده عبارة عن صخر رملي الصخور. ففي فرق بين الكاستل اللي بيبقى فيه رملة والكاستل اللي هو أصلا بيبقى صخري. بس في حاجة عايزة أقول لك عليها، إن الاتنين دول هما الاتنين مش متشابهين، بس أكيد في طريقة التكون في تشابه. بس هو بيقول لك some similarities between ساند كاستل وكوستال روكس. ثانية كده خليك معانا، احنا هنجيب بس اللي هو الجزء بتاع الريفيجن بتاع 4.1 عشان دي مكتوبة أصلا الجزء ده. ثانية واحدة خليك معانا. فور بوينت ون. عند كوستال وايه؟ وكوستال روكس، صح؟ ادي الكوستال روكس. The shape of coastal rocks will change due to breaking down of some parts of rocks. يبقى معنى كده انها تتكون من صخور. لكن الساند كوستال هنشوفها دلوقتي. ثانية واحدة. Sand is formed by breaking down of some types of rocks. يبقى الاتنين فيهم تشابه. التشابه بين الاتنين ان هما بيتكون منين؟ بيتكون من رملة. المفروض الاتنين بيتكون من رملة. خلاص، احنا المفروض لو احنا قلنا some similarities المفروض دي كانت تبقى صح مش غلط يا جميل. خليك معايا ثواني. هو السؤال بيقول ايه؟ Here are some similarities
روك اند روكس ولا روك كوستر روك؟ يصير أحسن عشان تقول تعنتني عشان تعرف شوف كده يبقى صح، يبقى احنا المفروض نعمل علامة صح يا ليل. صح، تشابه، في تشابه بين الاثنين. يبقى هنحط علامة صح. تشابه بين الاتنين في التركيب ازاي؟ احنا اصلا الكوست روكس دي لو حصل لها بريكن داون هتتحول الى ساند كوست، فهمتي؟ بس يبقى الاتنين فيهم ايه؟ تشابه. نحط دايرة على الجزء ده على دي عشان واحنا بنذاكر نبقى عارفين احنا عملنا ايه. طيب جيف ريزون ساند كوست اون سي شورز may disappear in few minutes، ايه السبب؟ because it a because or due to a تمام كده. because it formed in a few in وقت قصير بقى in a short time and broken down over rocks عشان تتكون من الصخور المتكسرة. تمام، عايزة تقولي إجابة تانية غير دي؟ لو عايزة تضيفي أي إضافة قولي. عايزة تقولي إيه؟ يبقى السؤال ده لو جالي اروح اكتب ايه؟ هكتب because the sea waves hit the sand coastal. يبقى تاني السؤال بيقول ايه؟ give reason for the following sand coastal on a sea shore may disappear in few minutes. ليه لو حد عمل قلعة من الرمل على الشط بتختفي بسرعة في دقيقة واحدة؟ هنقول لأن المية بتاعة البحر لو صدمت المبنى البيت الصغير المعمول من الرمل أكيد هتتهد، يبقى because the sea waves hit the sand coast. تمام تمام كده تمام السؤال ده. طيب السؤال اللي بعده complete the following sentence using the word below. عندي هنا minute و slow years of coast. السؤال بيقول لي formation of coastal rocks and canyon take many نقط so this is considered as not a change. هكتب ايه بقى؟ formation of coastal rocks and canyon take many ايه؟ بياخد وقت كتير يبقى many years. هكتب many ايه؟ years. السؤال اللي بعده so this considered as not a change slow change ولا fast change؟ slow، ما طالما حاجة قاعدة 80 سنة عقبال ما تتعمل يبقى كده ايه؟ بطيء. طيب اللي بعديه this appearance of sand coastal in sea shores take few few minutes. minutes. ايوه وده كونسيدر دي ايه بقى؟ فاست ولا سلو؟ First. تمام. listen to أنا عندي فكرة. اتفضلي. نعمل الامتحانات شفوي سيلف اسسمنت عشان ماما عايزة ان احنا نخلص ال concept 4.1 و 4.2 فعشان نلحق قبل ما الزوم يقفل. تمام ماشي. correct the underline the movement of sediments from one place to another is known as deposition. false تقريبا. ما هي false، هو بيقول لك صحح الخطأ. هنكتب ايه؟
الروجة. تمام. Weather is breaking down of rocks on Earth's surface into tiny pieces. بدل كلمة weather هكتب كلمة ايه؟ ويزر. أيوة. طيب plant leaves grow inside the cracks of rocks. يبقى plant ايه؟ plant مين؟ plant roots. What happened if water in cracks of rocks freeze and melt several times? ايه السبب؟ ايه اللي يحصل؟ تقريبا زي الشخص The crack become ايه؟ become Wider. breaking down. Become wider. Then broken into small pieces. شوفي انا بجاوب اسرع منك ازاي؟ بترو فوز. لو انت جاوبتي اسرع مني خلاص، لو انا لو لقيتك اخرتي انا هجاوب انا. اوكي. بترو اور فوز. ووتر ميك كوز ميكانيكال اند كيميكال ويذرنج. فولس. لا دي ترو. ترو ليه؟ الميه بتعمل ويذرنج. الويذرنج بانواعه، ممكن يكون ميكانيكال ممكن يكون كيميكال، فعشان كده دي صح. نمبر 2 chemical weathering could occur due to the acid that is produced from leachings or present in some rain. True. تمام. Limestone caves are formed due to friction between sand and rocks. False. تمام. Give reason for plant roots play an important role in mechanical weathering. ليه؟ Plant roots. Because plants roots grow inside the cracks of it, they برافو عليك. become more then broken into small pieces. صح كده. يعني انا هقول it grow inside the ايه؟ inside the cracks، Inside the يعني cracks. بتنمو داخل الشقوق. طيب الشقوق بتاعت ايه؟ cracks of مين؟ Cracks of fruits. ماشي. that become That become wider. ايوه. طيب عايزة تضيفي أي شيء؟ لا. ممتاز. Classify the following example in the table below. أنا عندي هنا في جمل، الجمل دي المفروض إن نعملها classification في في التيبل اللي أنت شايفاه ده. طيب هنا المفروض بقى نكتب number one rusting of an iron status، ده تحطها mechanical ولا chemical؟ كيميكال. Formation of limestone cave. كيميكال. بريك داون اوف روكس باي بلانت روت. ميكانيك. بريك داون اوف روك ستاتو باي ويند. فور. لا زي. ميكانيكال برضه. بريك داون اوف روكس باي اسيد رين. كيميكال. ديسولفينج مينرال اوف روكس باي اسيد ليتشنز. كيميكال. بوت اور فولز. Crushing a piece of biscuit by hands can represent a type of chemical weathering. فوز. تمام. The shape and the structure of an iron state are changed due to rusting process. True. True. Limestone caves formed within few hours. False. على فكرة الحاجات اللي أنا بصححها دي بعد ما أخلص أنا هبعتها لك، يعني الملف ده هو اللي إحنا بنحل فيه، أنا عامل له سيف وابعتهولك محلول. Give a reason for the following. Dissolving biscuit in water containing anthracite considered as chemical weathering. ليه؟ كده Because other another substance is formed as a result of chemical reaction.
ان هو بيكون مادة جديدة. it produces it produces a new substance، عشان كده احنا سميناه chemical weather connection. Complete the following sentence using the word brief. Water و chemical weathering و mechanical. أول سؤال هنا بيقول إيه؟ the نقط weathering make greater changes than نقط الميكانيكال ولا الكيميكال؟ كيميكال. يعني نكتب الأول هنا كيميكال ولا ميكانيكال؟ كيميكال. ماشي، والتاني؟ ميكانيكال. chemical and mechanical weathering can be caused by by weathering صح ولا لا؟ ولا by water؟ لا تقريبا باي ووتر. water ماشي. آخر واحدة هتبقى weathering. if the color of a statue changes and it is broken into small pieces, this means both types of weathering process are happened to it. طب السؤال اللي بعده، what happened if a piece of cookies is placed in a cup of water containing antacids؟ يحصل له ايه في الكوكيز دوت؟ Substance is formed as a result of chemical reaction. مادة جديدة تتكون. طيب classify the following factors that causing weathering in the table below. factors cause mechanical weathering، factor cause chemical weathering. الفاكتور اللي بتعمل mechanical weathering، أول واحدة الويند، mechanical ولا chemical؟ ميكانيكال. طب الووتر، الووتر بتحطها mechanical ولا ايه؟ mechanical. الأسيد، الأسيد كيميكال. التمبريتشر، التمبريتشر، التمبريتشر ميكانيكال ولا كيميكال يا بنتي؟ لا ميكانيكال. طيب البلانت روت، ميكانيكال. لا بلانت روت ايوه ميكانيكال. صح. الأكسجين غاز، كيميكال. correct the underlying word. weathering process followed by deposition process. فولس. يا بنتي ما هو بقول لك صح. هي روجن and the grains can be carried for a short distance by short by strong wind. ويك. ايوه when the sediments are deposited at the end of river, sand dunes form. دل هي دل دل بص out the old world. ايه الكلمة الغريبة هنا؟ There is an freezing water inside the rock. inside the cracks. ليه بقى؟ لأن هو بيقول لك اللايم ستون كيف وريد راست كيميكال. بص اللايم ستون كيميكال وزن، ريد راست كيميكال وزن، بريكنج داون اوف روكس باي ذا افكت اوف اسيد رين برضه ده كيميكال ايه؟ وزن. الحاجة الوحيدة اللي الحاجة الغريبة هنا الفريزنج اوف ووتر انسايد روك كراكس، دي حاجة غريبة بصراحة. ماشي، فهي دي اللي بوت رو فوز. you can see the reshaping of Earth's surface during its occurrence. خلاص True. ازاي؟ بتقول ازاي يا بنتي؟ you can see reshaping of Earth's surface during its occurrence. انت هتشوف الحاجة على سطح الأرض،
وهي بيحصل لها تغير ما بنقدرش نشوفه ده، يعني الجبل وهو بيتغير انت بتبقى شايفاه ازاي ان شاء الله، فده تبقى خطأ. If there is no erosion process, there is no deposition process in another place. قلت ايه؟ دي علامة صح دي. If there is no erosion، لو ما عنديش اصلا ما حصلش اي erosion، there is no erosion ما هيحصل deposition، فدي تبقى ايه؟ صح. يعني لو ما فيش no erosion no deposition، فهمتي؟ فدي تعتبر صح. Number three, delta may be formed by the effect of weathering process only. طبعا خطأ. فور طيب what happens if the gravity acts on broken weather weathered rocks at the top of mountain؟ The broken weathered rocks are brought down as a mountain site. برافو عليك، Inside. تمام. اكتبها ولا بلاش منها؟ بلاش. طب ما نجاوب، طب جاوب تاني كده. Okay. The broken weathered rocks are brought down at the mountain sides. Study the following two figures of sand grains symbol true or false. ده ادي عندي هنا صورتين، صورة فيها رملة وبحر وشمس وكده، وصورة تانية فيها صحراء ما فيهاش مياه اصلا. The action of water erosion appear in figure 1 ولا 2؟ صح ولا غلط؟ لو احنا قلنا ال erosion بيظهر في figure number 1، ده يبقى كده غلط ولا صح؟ صح. يبقى غلط. هيبقى غلط ليه؟ لان هنا صحراء، الصحراء فيها ووتر اوجن؟ لا ما فيهاش. يبقى هيحصل ازاي؟ ما فيش ووتر اوجن في فيجر نمبر 1، ما انا لسه جايلك، ما فيش ووتر، فدي تبقى غلط. نمبر 2، جنتل ويند كوزز ذا ديبوزيشن اوف ساند جرينز ان فيجر 1. شو لا طبعا ما فيش جنتل ويند، هو كفايه جنتل رين لكن ما عندهاش جنتل ويند، ده بالعكس ده فيها سترونج ويند. نمبر 3، بوث فيجر 1 اند 2 شو ساند دونز ذات ار فورمد از ا ريزلت اوف ويند ديبوزيشن. صح ولا غلط؟ صح، تمام. طيب ليسون 5، كوريكت ذا اندرلاين وورد، هيلز اوف ساند ويتش ار فاوند ان ديزرتس اند سي شورز ار نون از كانيون. اشطب كده، نكتب مكانها ايه؟ ساند دوز. اكتب ساند دوز. Erosion process means that the wind or water break down rocks. Withering. صح كده. Erosion process is usually followed by weathering process. ودي بوزيشن. أيوة كده. Give reason. If there is no erosion process, there is no deposition process in another place. إيه السبب؟ بص بقى. Because there is no eroded material reach to another place to be laying down. بص بقى، مش كده عشان نعرفك معنى الاجابه دي او فهمك الاجابه دي ازاي. بص معايا، هو بيقول لك ايه؟ لو ما عنديش ايروجن، لو ما فيش تعريه، مش هيحصل ديبوزيشن، مش هيحصل ترسيب. ايه السبب؟ هنقول because is there is no eroded material، لان اصلا ما فيش مواد
مفيش ماتيريال، مفيش حتة كده، مفيش تراب مثلا هيوصل للمكان التاني، وبالتالي مش هيحصل فيه أي ترسيب. خلاص، فأنت لو جالك السؤال ده because there is no eroded material reach to another place to be lying down أو يترسب، but true or false. عاوزة تقرأ الإجابة دي تاني عشان تحفظها وأقريها بسرعة، اتفضلي. Because there is no eroded materials reach to other place to be laying down. تمام، but true or false. After deposition of eroded material, it may wear down again by wind or water. صح، دي هتبقى صح. Erosion and deposition are two linked process. صح، صح. هما الاثنين مترتبين على بعض يا ليل. Number three, most of small sand dunes and coastal rocks need few days to be formed. What happens if weathering process doesn't occur? Neither erosion nor deposition occur. هنقول neither. Erosion and nor بس deposition okay مش هيحصل لا erosion ولا هيحصل deposition، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ صح. لما ما حصلش وزرنج مش هيحصل erosion ولا deposition. يلا نشوف السؤال اللي بعده. هعطيك صورتين، الصورة الأولانية فيجر 1، صورة الثانية فيجر 2. فيجر 1 ريبريزنت تريانجل شيب دلتا، لا صح ولا غلط؟ استنى، ترو ده ترو، دي ترو احنا بنقول فيجر 1. ايوه فيجر 1 دي صح، دي عشان الدلتا ده حتى احنا موجودين في مصر احنا بنستعمل. فيجر 2 occurred due to the deposition of sediment and mud in desert. خطأ. Formation of figure 1 take a longer time than formation of figure 2. صح. Water erosion play an important role in formation of sand dunes that present in figure 2. Write the scientific term. The disappearance of sand coastal as a result of its heating with the sea waves. Erosion. Erosion process. It is a type of caves that is formed when dissolved mineral rock combine again in new shapes. Limestone cave. Limestone caves. ماشي. Process in which the moved sediment are dropped in new place. Deposition. A hill of sand created by the wind. Candid humans. What happened if red colored rust is formed on some rocks? The rock be The rock becoming weaker, so it's the rock become broken weaker يبقى ضعيف. The rock become weaker. طيب choose the correct answer. As a result of breaking down of mud, sand is formed. rocks rocks Number one كتبت rocks. ايوه صح rocks. ايوه فعلا a result of breaking down of rocks, sand. برافو عليك. Number two, the breaking of rocks into smaller particles without changing their properties is called ايه بقى؟ ميكانيكال ويذرينج. Mechanical weathering. تمام. Number three, the deep narrow valley with the slopes at its side and open with water stream flowing through it
it is known as طالما دي بنارو وبالي يبقى اسمه ايه؟ كانيون. كينيا Lichens produce not أسيس صح اللي هي دي. Give reason water play an important role in the formation of limestone caves. because it's green Because it because dissolves in A. in It dissolves A طيب. dissolves mineral أيوة in dissolves minerals that present in rocks. تمام. طيب السؤال اللي بعده. During the not process rock are broken down or weared away. Weathering. Formation of limestone caves is an example of not weathering. كيف صح. Air moving from an area to another and has a role in breaking down of rocks into smaller particles known as wind. وين وآخر واحدة إيه؟ Mechanical. طيب correct is on the line word. Dropping of sediment in new place is known as weathering ولا deposition. Deposition. Small sand dunes are formed due to strong wind ولا إيه؟ Gentle wind. يبقى دي هكتبها gentle. ودي هكتبها ايه؟ deposition. انا كده خلصت ايه 4.1 كله الحمد لله خلص. تمام هيخلص الزوم نخش على اللي بعده. اوكي تمام تمام. شكرا خالص.